من جديد أهلا بكم مشاهدينا في شير. يبدو أن الشتاء هذا العام يرفع شعار معا لإغراق المدن. قد يكون الشعار كوميديا مشاهدينا، لكن الواقع أسوأ. ففي الكويت تعرضت العديد من الشوارع والأحياء إلى غرق كامل بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وهذا ما عكسته عشرات الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا. الأمطار الغزيرة في الكويت جاءت نتيجة لعاصفة قوية مصحوبة بأمطار ورياح وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، والجهات المعنية أعلنت جهوزيتها للتدخل الفوري لمواجهة العاصفة، ولجأت فرق الإنقاذ إلى الزوارق وسيارات الإطفاء لإنقاذ الأشخاص العالقين في مياه الأمطار. على الفور وزارة الداخلية الكويتية دعت المواطنين والمقيمين بدولة الكويت لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، لحين التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وسحبها من الطرقات من قبل الجهات المعنية. لكن مياه الأمطار لم تترك أحدا، فوصلت إلى المواطنين في منازلهم أيضا، وكان الوضع مأساويا. منزل الفاشونيستا والشاعر الكويتية نهى نبيل تعرض أيضا للغرق، لكنها استغلت الوضع لنشر صور وفيديوهات وسنابات على السوشيال ميديا. ماي الشارع كله قاعد يدش البيت. ترى ما حد المرة أبو حمود والشباب بالخدمة. دخلكم من السالفة وشايفيني كشخت لكم وحاطت لكم الحمرة والمكياج. مو هذا ناف. قلت لها ناف شو نغير جو. ومن يوم بوسر ويقنع تطرى ونطلع. تقولون كنسلت الطلعة دق. راح موت مشكلة. Oh my god, we have waterfalls inside our بعدين داخلي. Do the rain dance. Do the rain dance. أول مرة أشوف يا هالي يحتفلون إن بيتهم غرقان. Do the rain dance. يا الله شوفوا غرفة السايق إيش صار فيها. أنت عرسك اليوم. فاشينيستا نونو ترقصوا أمام. أقول لكم 2000 خير من الله خير خير. سووا قهوة عربية. سووا قهوة عربية. إي البيت غرق وهنا نزلت قهوة فوق عادي. ربما المنازل غير مجهزة للتصدي لمياه الأمطار، لكن المستشفيات رغم جاهزيتها إلا أن الأمطار تمكنت من الدخول، وحاول العاملون بالمستشفى التصدي لها، وهذا ما أظهرته بعض الفيديوهات المتداولة على هاشتاغ أمطار الكويت والكويت تخرق. عالية المستشفى حامد العيسى مالي الكلى والماي شو صار محفورة. مفورة حامد العيسى هذا مستشفى الجهرة اغرقوا يا شباب زين ويحاولون يتصرفون من المياه. صبر يبا صبر صبر صبر
أنا دق لي على واحد من الربع يعطيني طراد واجيكم. وفي حادث مأساوي توفي عامل بنادي القادسية الكويتي بسبب الأمطار، وذلك خلال مشاركته مع زملائه في محاولة الحد من تسرب مياه الأمطار لإحدى صالات النادي. وببالغ الأسى والحزن نعى النادي الفقيد حمدي فؤاد سليمان، وتقدم النادي بواجب العزاء لأسرة الفقيد. كل هذه الأحداث وقعت ليلة الاثنين، وفي صباح الثلاثاء كان المشهد لا يمكن تصديقه، فالطرق العامة وتحديدا الصحراوية منها تحولت إلى بحيرات على مد البصر. خير يا قروب الخير، هذا ابو نصار لها من يسمع، وهذا ابو خالد، وهذا ما شاء الله نهاية شارع الرادار مع شارع الرطي. شوف شوف البحر ما شاء الله، على مدى الشوف بحر. الحين قدامنا الشارع مسكر، شوفه لازم عاد يطلع، ما ادري شلون صار شارع لازم مالها مدى. شوف هذا لازم الناس تطلع، بعدين احنا نطلع خالد. شوف لازم يطلعون هذول، شوفهم. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح عدد من الطرق التي كانت مغلقة بسبب الأمطار، ونشرت أسماء هذه الطرق في تغريدة على تويتر.